بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من لا توران غادي نبداو هذا الجولة شارع فريد بن صهري قرب ثانوية الزيتون. نتجه إن شاء الله تعالى إلى حي البساتين عين سلوكي سابقا. المساحة ديالو ديال الشارع وسعت وفيه تم الربح ديال واحد المساحة ستاسيونمون هي اليسر. الجانب اليمين ما دخلوش فيه بزاف لان اصلا الترطوار فيه صغير كما يبدو في الصور. والحمد لله على هاد الامطار هادي اللي طاحت البارح في المملكة الله يرحمنا. نصادفوا واحد الاخوان تيشتغلوا مع النارسا، تحيه للناس اللي تيشتغلوا في التحسيس ضروره السلامه الطرقيه اللي كان لينا فرصه اننا نشتغلوا معهم في التحسيس عن طريق اعمال فنيه تحسيسيه. شارع بيرنزران سبحان الله العظيم فاش كطيح الشتا الجو تيتبدل كومبليتمون، تتولي الالوان كتولي سبحان الله العظيم كلاغ، الخضوره ديال الشجر كتبان ملي كتنقى الشتا سبحان الله العظيم. المطر مع كل خير. على اليسر ديالنا كاينه الكليه ديال الادب العلوم الانسانيه ديال جامعه مولاي اسماعيل مكناس، وعلى اليمين ديالنا كاين حي الزهوه هذا واحد من المداخل ديالو. هنا كاين واحد البروجي ديال زوين، هذاك البروجي اللي هو مصوب من اجل حمايه مدينه مكناس من الفيضانات. كاين واحد لو دالو كبير، واحد القناه شونال كبيره جايو ديزا مورا القصب هذا اللي حنايا دايزين حداه. ها هي ها هو الجانب من السور ديالها، القناه ضخمه ديال التصريف ديال مياه الامطار لتفادي اي مشاكل تقدر توقع في بسبب مياه الامطار. هذا اللي على اليمين ديالنا غندوزو حداه هو المدخل الرئيسي ديال حي الزهوه. شي نهار ان شاء الله ونديرو شي زياره ليه. هيا الزهوة اللي من دابا غاديين في الشارع ديال بيرنزران، شارع اللي كان تهيئ هو تم التهيئة ديالو. نتمنى ان تتم تكون صيانة دورية ديال دوك اللوحات ديال التشوير ديال البلايص اللي يقطعوا منه من الناس، حيت ضروري الصيانة. الصيانة الا وقفات حتى الشارع تيبدا يبان بانه ما مواكبش الحركيه اللي كتعرفوها اللي كيعرفها الحركيه ديال حركه السير. هنا كاين واحد المستشفى خصوصي على ما يبدو انه قرب يبدا الاشغال ديال البناء وداكشي اكتملت. دابا تندوزو ها هو على اليسر ديالنا كاين مسبح السلم، كنتمناو ان يتحل في الصيف المقبل ان شاء الله تعالى باش يخفف الوطأة ديال الصيف على السكنة المكناسية. هادي على اليمين ديالنا لاباز لا دوزيام بافرا لاباز ايريان اللي صراحة شد واحد المساحة كبيرة. نتمناو ان في المستقبل اذا تم النقل ديالها لشي بلاصة تعوض بشي مثلا مطار يكون لنشاط تجاري، يعني الملاحة التجارية، لأن المطار عنده واحد أهمية كبيرة في التنمية ديال أي منطقة.
بساتين عين السلوكي سابقا. سبحان الله كانوا الاسماء ديال اغلب الاسماء كانوا تيكونوا بحال هكا بحال عين السبع عين الدياب. كان دائما عين تتبعها شي تسميه ديال شي حيوان ولا شي حاجه مماثله. وهنايا ايضا هاد البلاصه هادي اللي على اليسار تيقول لها عين معزه. انا دائما في داك النسق ديال التسميات الغريبه نوعا ما، ولكن اكيد عندها شي دلاله، اكيد كاش تكون شي حاجه بدون دلاله. الاخ اللي قدامنا يسير كالسلحفات، يعني غادي يمشي تقريبا يمشي 40 كيلومتر في الساعه. سوشي شوية يتواقد يمشي في حدود السرعة القانونية المسموح بها. كما قلنا على اليسار هنايا كاينة عين معزة. الناس دابا اللي ساكنين في هاد المنطقة هادي في لاكارت ناسيونال عندهم سميتها عين معزة. ندوزو حدا ملعب الشرفي، المعقل ديال النادي المكناسي اللي نتمنى اننا نشوفوه في قسم الصفوة. وما دام انا نتحدث عن الملاعب ف نتمنوا ان في هذه الاستعدادات ديال كاس العالم ان يمكن تحظى بشي مشروع مماثل اللي يقدر يكون كرافعه رياضيه لها كباقي المدن. يمكن ترى مليون نسمه تستحق ان يكون فيها مركب رياضي في المستوى، ويبقى هذا الملعب الشرفي تاريخيا بديك الحموله التاريخيه ديالو يتعاد النظر في دوك الكراسي ديالو، يديروا له كراسي ويدار داكشي المستوى، يبقى التدريب مثلا ديال الفريق وما الى ذلك. هنايا بعدا راه كاين واحد الكومبلكس توريستيك فيه واحد الطرف منه، كيقولنا الملعب يبقى صالح للتدريب الماتشات الوديه، ولكن نطلعوا من سقف الطموحات ديالنا انه يكون في مكناس مركب رياضي لكرة القدم ولرياضات اخرى. حتى شي حاجه ما مستحيله، الدوله قادره تانفيستي. تبارك الله عليكم.